عايز اسالك عن الاخطاء التحكيميه. كان في ماتشين، مباراه الاهلي امام بيراميدز، الزمالك امام سيراميكا. في مباراه الزمالك وبيراميدز كان في حالات مؤثره في المباراه، ابرز الحالات ايه اللي اثرت على سير المباراه؟ شوف يا كابتن اسامه، لما تسالني القرار المؤثر قوي 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 وهو عندما احتسب الحكم ركله الجزاء لصالح بيراميدز. يعني في ناس كتير ما راحتش للقصه ديت. طيب ما النهارده حسب ركله الجزاء واتحسبت لبيراميدز. ما انا هقول اتفضل. الناس كلها راحت للهدف اللي جابه بيراميدز في الدقيقه تقريبا 98 تقريبا او 97 ورجعوا كان هدف فيه. الناس قالت هدف والناس قالت يعني قصه كبيره، ولكن القرار اللي كان مؤثر قوي ولو معانا الحاله هنجيبها هو احتساب ركله الجزاء، وكان يجب على الحكم اشهار البطاقه الحمراء طبقا للقانون، منع فرصه تسجيل محققه معانا الحاله. هذه الحاله كده. هنا كابتن اسامه تخيل مثلا احمد شكري مهاجم، وانا هجيب الحاله هنا احمد، هنا الكره بتتلعب بالعرض. احمد انت هتعمل ايه عشان تجيب جول؟ هلعب لمسه واحده. صح. انفراد هنا تام وكامل بالمرمى. خليني في اللقطه دي استاذنك، خليني في اللقطه عشان هحكي فيه اربع عناصر. احنا بنتكلم في الفرصه المحققه ليها اربع معايير. اول معيار ايه هو؟ ان يكون اللاعب مواجه للمرمى. برافو يا دكتور انت حافظ. هنا اللاعب مواجه ولا مش مواجه؟ مواجه. ادي واحد، كره تحت سيطره. خلي بالك الاربع معايير لو في معيار منهم مش موجود ما اقدرش ادي كارت احمر. لو لعيب قريب تمام، لو في تغطيه من لعيب تاني. انا جاي لك. يبقى هنا المواجهه موجوده يا دكتور؟ مواجهه موجوده كابتن احمد. تاني حاجه بنقول ايه؟ الاتجاه العام. هذا اللاعب اتجاهه فين؟ الاتجاه العام اللي هو المرمى. المرمى ده موجود. طيب تمركز المدافعين، هل كان في مدافع بعد اخر مدافع من الزمالك؟ لا، الراجل كان لوحده. يعني لو كان في مدافع هنا كمان قدام اللاعب ده كنا هنقول ايه؟ ما نقدرش نقول فرصه محققه. تمركز المدافعين هنا ادي المعيار الثالث اللي متوفر في اللعبه. اخر معيار السيطره، وانا سالت احمد السؤال في الاول قلت له يا احمد لو انت مهاجم انت كده ممكن تسيطر وتحط جون ولا لا؟ على طول. دي يا كابتن للاسف الشديد كانت تستحق الحكم ما حسبهاش، طاقه حمراء لاعب الزمالك لم يحتسبها اصلا. نتيجه تمركزه الخاطئ لانه راح ناحيه الشمال، عقبال ما حاول يعدل نفسه ويجي عند نص ال 18 كانت اللعبه فاتت منه، جابوا حكم الفار. وكان يجب يرجع بالقرار ركله جزاء وبطاقه حمراء مباشره. بنقول هنا ايه؟ هنا مفيش تنافس، ده اللاعب شد. مع دكتور؟ لو كان في تنافس على اللعب بتنزل من البطاقه الحمراء للبطاقه الصفراء، ولكن هنا شد، هنا بتعطي بطاقه حمراء.